بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع اليوم الموافق 24/8/2022 كان مع جدة، وكان معنا الأستاذ أحمد سراج الخبير في التسويق، ونريد أن نلخص الخطة، خطة إنشاء منتج مهم أو إنشاء صناعة مهمة جدا، وهي صناعة تمر المدينة. فصناعة تمر المدينة هي صناعة قديمة، نقصد هنا التمر وليس الرطب ولا البلح مثل يعني المشهور منها العجوة، وأيضا المبروم. فإنتاجها من النخيل، ولا يوجد صناعة لها إلا أو مجمع صناعة، يعني كل مجموعة مزارعين ونخيل بيصنعوا على حدة. ففي الخطة طبعا معروف أو ما في هناك حتى إحصائيات للإنتاج أو لهذا المنتج، يعني مثلا ما في تقرير، لو رحنا بلومبرج ما نلقى تقرير عن هذا المنتج، مثلا كم حبة عجوة تنتج وتباع أو تصنع وتباع. نلاحظ طبعا في كل عام الإنتاج موجود من النخل، فالإحصائية تمتد إلى حتى النخل محصوله كل عام مثلا من العجوة ومن المبرومة، وما في حتى إحصائيات مثلا كم باع المزارع، وهل هي في مرحلة أو موجودة في النخلة عندما تقطف من النخلة، هل هي في هيئة رطب، وقديش مدة التصنيع حتى تصير جاهزة للبيع تمرة، يعني ايش المدة. مثلا نفترض في حصاد ل7 مليون حبة، او مطلوب 7 مليون حبة، وكانت التكلفة التقديرية للحبة بعد الانتاج تباع مثلا بنص أو 10 ريال سعودي، فهنا معروف القيمة حتكون 700,000 يعني السعر
يحدد في مخارج البيع، يعني من المصنع تخرج الحبة معلبة. بيستفيد هنا مثلا، هنا حطينا السيلز اخذ 30% من ال 11 مليون. طبعا عادي على اساس ضربنا في 48، على اساس في 48 محفظه نضرب 48، يعني هذا كانت المبلغ البدايه 960 ألف سواء جنيه أو ريال على أساس أن المجمعات. فهنا المبلغ اللي هو موجود هنا، يعني هذا مبلغ الوحدة لمن لستار، يعني هنا ستار أخذت مليونين من المبلغ الكلي اللي هو 13 مليون، ده المبلغ الكلي، فبقي 11 مليون. جاء التسويق اخذ 30% من 11 مليون، لان يعني احنا بدانا ب 9 مليون، فمو معقول 11 مليون بدون تسويق، ما يمكن. فهنا لما تسمع انت انه 30% يروح للتسويق، صحيح. طيب اخذت 30% هنا من ال 11 مليون. طلع شركة التسويق اللي هي سوت البزنس هذا اللي هو الاستاذ احمد سراج، اللي هي زي بلومبرج، تابعت ال يسموه البزنس موديل اللي هو اكثر نمو. طبعا نلاحظ هنا الستار 2 مليون مجرد مسؤول عن الترانزاكشن، يسجل الترانزاكشن فيعطي بيانات صحيحة عن إنتاج المعون المخصص هذا واللي هو الـ MCH والتمر هذا المخصص اللي حيتعبى، وبالتدريج ينمو 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 لين مثلا ممكن يوصل لنص الكيكة وممكن يوصل للكيكة كلها، لأنه ما في منافس. يعني هنا نشوف معقولة، طبعا هذه ممكن في سنة جاب 8 أضعاف الـ ROI، يعني أخذنا 7 مليون، يعني بدأ بمليون وصار 7 مليون وشوية، أو هنا أقل من مليون صار 8 أضعاف الـ ROI. طبعا هنا 8 مليون هذه هي الصناعات، وال هم ما هم تحت مظلة واحد، تشجيع الصناعة، يعني الناس حي يعني السوق هنا اليد الخفية. ولما عملنا 40% عادة في السوق المصانع الموجودة تعمل 200%، يعني اللي
ينتج بخمسين يصدر بخمسين ينباع في الاوتلت بمية بكل شيء. يعني الاكس فاكتور خمسين في الاوتلت يباع بمية لانه المصنع ما يبيع، يبيع كاش، ترسل الفلوس كلها تاخذ بالال سي لتر اوف كريدت. طبعا انا عطلت لكن هذا ان شاء الله يخلي التركيز عند الاستاذ احمد سراج والتركيز عند المهندس شريف للاستمرار في التخطيط والتجهيز للمجمع يعني. وممكن هذا يصير في شهرين ثلاثة. طبعا عندنا ورشة عمل متاحة وحتستمر ورشة العمل حسب الجدول اللي معروض. طبعا 48 هنا تكلمنا عنها قبل كده وتكلمنا عن الثلاثة هنا، يعني هنا الصناعة اللي هو المجمع تتصنع أواني كبيرة وأشياء كبيرة ومظلات وطاقة شمسية وماء وكذا زي المدينة يعني، ممكن طاقة شمسية وكل المكان مكيف وإنتاج ماء من الهواء وهواء يعني، حتى في يعني نادي لها في المجمع وأشياء كبيرة، أشياء كثيرة حلوة. هنا المجمع الصناعي وهنا مجمع التمر وهنا مجمع أو الاستثمارات هنا في الصناعة اللي هي البيوت الجاهزة الصوب والهذا الجرين هاوس والأشياء وكل الأشياء اللي تساعد الإنتاج، إنتاج التمر وإنتاج الـ MCH الماعون هاند ميد كلي، MCH هاند ميد كلي يعني صناعة يدوية من الطين أو الخزف، لكن الصناعة اليدوية مو المصانع الصيني لا. طبعا استفاد من الإناء هذا أو المعون اللي فيه 70 حبة إنه الشخص يستفيد منه في الطهي في الطاجن يعني. أكتفي بهذا القدر وشكرا.